ومجال التهيئة التعليمية المستقبلية. برنامج شبيبي في ضائقة لإحدى البرامج ما يسمى تبول بنوع بسيكون في أكثر من مشروع، منها الشبكة الاجتماعية، كذلك أن تعمل على الطلاب مع طلاب في ضائقة أو في خطر اللي ممكن موجودين في إطار غير آمن، فواجب المدرسة مع البرامج الشبيبي اللي تعطى إلها أن تضمن وأن توفر الأمان لهؤلاء الطلاب خلال وجودهم في المدرسة حتى الطالب يشعر بأمان أكبر، وتتم عملية اختيار هؤلاء الطلاب بعد عملية مسح لكافة طلاب المدرسة حسب معايير معينة، وتوضع لهم خطة مناسبة لإبقائهم في إطار المدرسة وتزيد من اهتمام قبولهم لتكملة التعليم الأكاديمي في المعاهد العليا. في هذا المسار عمل مدير مدرسة الحلان الإعدادية الأستاذ عمر بدارني ومدير مدرسة البيان الثانوية الأستاذ عفيف خلايلي مع مجموعة من المعلمين من الأربع مدارس. ندعو المربيان عمر بدارني وعفيف خلايلي لعرض هذه المسارات والبرامج. هذه المناسبة إلا أن أتقدم بالشكر والامتنان لكل الأطر التي ساهمت في هذا التقدم الملموس. الجانب الإداري أتقدم بالشكر لبلدية سخنين ممثلة برئيسها السيد مازن غنايم الذي وضع أسبوعي التعليم في أول سلم أولوياته. مدير قسم المعارف الأستاذ نبيه أبو صالح الذي يعمل بتفاني لتجربة المسيرة التعليمية في سخنين. وفي الجانب المهني لا يسعني إلا أن أتقدم بفارق الشكر والعرفان لمفتش المدارس في سخنين الدكتور خالد عزايزي قبطان سفينة التعليم في سخنين الذي قاد المسيرة التعليمية إلى جانب مديرين ومعلمين وجميع طواقم التعليم في سخنين لترقى وتحقق إنجازات باهرة. وبهذه المناسبة نبارك لجميع المدارس على إنجازاتها، وأخص بالذكر التميز لمعلمي العلوم في مدرسة طه حسين ولطاقم العلوم في مدرسة الحلان ولحصولهم على المرتبة الأولى في بحث العلم. الإنجازات كثيرة ولا مجال لذكرها، ولكن في جميع مدارس سخنين هنالك تميز وتفوق ونتائج مدهشة للصدور. ونحن في المدارس الإعدادية في سخنين يتمركز عملنا في محورين: المنهجي واللا منهجي، والمشاريع التي يقوم بها والوظائف البيتية وغيرها. وعلى صعيد آخر كان اهتمام الطلاب الضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة نصب أعيننا أيضا، ولهذه الغاية تم بناء برامج متعددة منها برنامج ملي متسع تعليمي آخر من قبل مضي أخير الذي يهتم بالطلاب الذين على حافة التصرف، الصفوف التطويرية وبرامج الدمج حيث كان اهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم دمج قسم منهم في الصفوف العادية في مراحل مختلفة. ثلاثة، الدفئة التعليمية، وهذا البرنامج يهدف إلى توفير مناخ تعليمي لطلاب بحاجة لهذا المناخ، يهدف إلى رفع مستواهم التعليم ومنع التسرب. لأي طالب أن يتقدم إلى جامعات إسرائيل وأن يستطيع الدخول بدون أربع وحدات تعليمية. موضوع اللغة العبرية، يستطيع الطالب أن يتقدم بوحدتين تعليميتين وأن يحصل على شهادة بقرود استحقاق زكاوت لبقرود، ولكن سياسة المدرسة أن تعطي للطالب أكثر. يمكن أن يتقدم لأربع وحدات تعليمية بإضافة وحدتين وهي سفروج ودكدوب، والطلاب الأقوياء يستطيعون أن يتقدموا لخمس وحدات تعليميا ويحصلون على بونص 20 درجة، والوحدة الخامسة هي وحدة أدب ونسبة النجاح بها تتعدى 90%. بالنسبة لموضوع الرياضيات، حدث تغير جذري في موضوع الرياضيات، فيستطيع الطالب أن يتقدم بثلاث وحدات تعليمية 801 802 803، ويستطيع أن يتقدم لأربع وحدات تعليمية 804 805، والتغير الجذري أن الطالب الذي يتقدم ل 804 يمكن أن يحصل على استحقاق في البدرود زكاؤون دون أن يتقدم إلى النموذج الأخير الأكثر صعوبة وهو 805. كنت ولم أعود، كنت ولن أعود، ولماذا قد أعود إلى حضن مهدود، إلى حضن سيئاته ليس لديها حدود، إلى مكان مهدوم كل من يدخل له يصبح من الرأس معدوم. كنت في الزمان ولم أترك هذا المكان حتى الآن، وتوعيت للخير والإحسان وسمعت الموسيقى والألحان، فدب في القلب الحنان وأطلقت لنفسي العنان. وفي الشتاء أجالس النسيم العليم.
والهواء بينما أجلس على الشاطئ والأمواج تداعب أطراف أصابعي وأكتب في دفتر بنفسجي عن سيرة حياتي وأنجرف مع الأمر وأشعر أنني أستطيع أن أحرق الجمر بينما النسيم العليل يحرك الندى من مكان إلى مكان ويستمر هذا الأمر مع الأزمان بينما أرى المرعى كيف خلقه الرحمن وكيف أبدع بوضع الألوان كنت ولم أعد كنت ولن أعود تخرج من الشمس الضوء وأسمع الصمت والهدوء ضاعت روحي في صوت الطبيعة وفي كل المناظر البديعة من يرى نهرا قاتلا فليعرف أن جماله لباهر أيتها الحياة لا تستهيني بي فلن أغرق بالمياه هناك شيء ما يعرق في ذهني وأعرف أن هذا الشيء غير وهمي إنه الوحي إنني أشعر بشعور قوي وهو يتناثر في جسدي بشكل عفوي كنت منذ عهد صحيح حيث لم يخرج من الأزهار الرحيق كنت والآن أتذكر ذلك في معظم الأحيان ومرت الأزمان فدب في قلب الحنان وأطلقت لنفس العنان كنت في الزمان يا لها من كلمة كنت ظاهر قوتك فلن تنفعني لذا لا تحاول والشر لا تستعمل وللمعركة تستعد فإن النهاية قد بدأت بالعد فالأزمان قد مرت والأرواح الشريرة إلى جسمنا عبرت الثانوية الابتدائية وغيرها في سخنين مع البلدية ومع قسم المعارف ومع وزارة المعارف هذا هو عامل أساسي في النجاح وأوصي ثانية أن نحيد المدارس عن أي شيء لا علاقة له بالتربية والتعليم لا أريد أن أفصل أنتم تفهمون المغزى وماذا أقصد نبقي المدارس القيادية ومن التوصيات في صفحة 5 من منها لأهداف بعيدة المدى وتنصب على المجالات الوجدانية والعاطفية وبعيدة المدى كان نبني جيلا واعدا وقادرا ويستطيع أن ينجح في حياته ويشق طريقه في هذا المجتمع هذه عملية مستمرة حتى من اليوم الأول الذي يولد فيه الطفل حتى ننتهي بنهاية المرحلة الثانوية ونحن نعد الأجيال نحو المستقبل لذلك كنا نحو المستقبل لدينا التوجيه المهني ويجب أن يستمر التوجيه المهني في المدارس المستشارات والمستشارين يشتغلوا في هذا المجال 30 صف بألف طالب 80 معلم شو ممكن هذا؟ يعني لازم نلاقي حل إن شاء الله سحري يوم نفتح الصبح ولا فيه نغذى 4 مدارس جداد إيش في بداية الحفر في منها بالتخطيط وغيرها جميع الزملاء الذين شاركوا في هذا اليوم الدراسي هذا اليوم كان ناجحا على كل الأصعدة والهدف منه أن نصل بالنهاية إلى طالب قوي الشخصية معتز بنفسه ومعتز ببلده قادر على البحث قادر على النقد قادر على الإنتاج والإبداع هذا مجمل ما أريد أن أقوله في هذا اليوم النتائج في سخنين طيبة والإشارة لذلك هي نتائج البقروت في السنة الأخيرة إذ وصلنا إلى نسبة 66% ونحن من أفضل البلدات العربية الوهدية في هذا الأمر أتمنى على الجميع أن نبقى في هذا المكان لأنه مكان ليس بالسهل أن نحافظ عليه فعلينا أن نصر على أن نبقى في القمة وبالنسبة لي هذا اليوم مهم جدا لأننا أخرجنا كراسة لأهل سخنين لطلاب سخنين للهيئات التدريسية نوضح في هذه الكراسة المسارات التعليمية المسارات التربوية والتوجيه المهني لطلابنا بعد إنهاء 12 أشكر الجميع من مربين مديرين مفتشين وكل من حضر هذا اليوم شكرا لك معنا أيضا الدكتور خالد عزيز طبعا مفتش مدارس سخنين كيف كنت بتقيم أستاذ خالد جهاز التربية والتعليم في سخنين أولا بالنسبة لهذا اليوم كان يوما ناجحا جدا شارك فيه معظم المربين والمربيات والمديرين والمسؤولين في البلدية في قسم المعارف في اليوم الدراسي حول التعليم فوق الابتدائي في سخنين وهو أيضا هذا حلقة من حلقات التي نسعى لتحقيقها في المدارس في قضية المعابر والتواصل وانتقال الطلاب من مرحلة إلى مرحلة
كذلك نحن نضع أسس التعاون بين المدارس وبين المؤسسات التعليمية المختلفة، خاصة ببحث الأمور الجادة والهامة في مسارات التعليم المختلفة. بالنسبة لسخنين، سخنين قد قطعت شوطا كبيرا، ونحن في كل مناسبة نتحدث عن بصورة بشفافية عن نتائج امتحانات البقروت وعن المتساب في سخنين في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية. وأذكر أننا قبل 3 سنوات كانت هناك نتائج البقروت في المدارس ليست مرضية، ولكنها لم تكن أيضا سيئة جدا أو رديئة جدا، لكننا سعينا في السنوات الثلاث الأخيرة وهذه السنة لأن نصعد حتى نحصل على نتائج أفضل. وبالفعل المدرستان البيان وجمال طربي حصلتا على نفس نسبة النجاح 65%، وهذا إنجاز كبير. يعني حضرتك وضعت إصبعك على وجع في سخنين بالنسبة لقضية جمال طربي وإعدادية طه حسين بالنسبة لعدد الطلاب داخل. أقول لك أنه لولا دراسة واقعية لكل طالب وطالب في المدرسة، ما هو مستوى الطالب وما هو تحصيله وما هي قدراته وأين هو الفشل لديه لإيجاد الحل، لا يمكن أن نصل إلى ما وصلنا إليه. نحن ميزنا الطلاب، هناك طلاب لديهم النجاح التام وهذا متوقع مسبق، توقعنا منهم سيحصلون على فشل واحد في موضوع واحد، ومنهم سيفشلون في موضوعين، ومن سيفشل في 3 مواضيع وأكثر. الطلاب الذين فشلوا في موضوع واحد وموضوعين خصصنا لهم دورات واستكمالات الطلاب والمعلمين أيضا، وقمنا بإعطائهم ورشات ودراسات وتقوية حتى وصلوا إلى النجاح. الثانية قضية النزاهة في الامتحانات البقروت، قللنا من نسبة الغش بشكل كبير جدا. العامل الثالث هنالك ملائمات للطلاب، بدأنا في ذلك. نحن نتوخى في السنة القادمة أن نعين في كل مدرسة أو في المدرستين من هي مختصة في قضية الإفحون ديدكتي اللي هي فحص الطلاب للملائمات، وهذا أيضا عامل سيساعد. شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية.